ومع تطبيق منع التجول مشاهدينا ومستمعينا طبعا هذا التجول الجزئي في السعودية هالأسبوع ظهر عدد من المقاطع لأشخاص بخلف النظام وما بيلتزموا بالتعليمات اللي تم إقرارها طبعا من وزارة الداخلية يا علي. طبعا الأمن العام كان لهم بالمرصاد ونشر عبر حسابه على تويتر المقطع التالي، خلونا نتابع وأكيد الحديث لنا بقية. في قبضة رجال الأمن. قيام عدة أشخاص بالتجول أثناء فترة المنع وتصوير الآليات الأمنية والاستهزاء بدور رجال الأمن. تم القبض. مواطن يقوم بتصوير عدد من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية مدعيا خلوها من السلع الغذائية، وبعد التحقق اتضح خلاف ما زعم. تم القبض. مواطنة تظهر بفيديو وتتحدث عن عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلها. تم القبض. مواطن يظهر في أحد مواقع التواصل وينشر ويروج الشائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا لبث الفزع بمعلومات وادعاءات غير صحيحة. تم القبض. مواطن يقوم بنشر مقاطع فيديو تتضمن إساءات لرجال الأمن. تم القبض. معنا مباشرة من الرياض أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور سليمان العقيل. دكتور شكرا لوجودك معنا في مسي في أسبوع. أسألك في البداية كيف نفهم سلوك البعض اللي يصرون على عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية التحذيرية؟ أهلا وسهلا بكم أستاذ علي وأختي تغيد. الحقيقة أنا سعيد بوجودي معكم الحقيقة ووجودي لإطلالتي عبر MBC على هذا المجتمع الطيب، ولكن أستاذ علي أريد أن أنظر إلى الجانب الآخر من الصورة التي ذكرتموها، وهي الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة والدولة في القضاء على هذه السلبيات. ذكر أن السلبيات عددها قليل، ولكن الأعداد الهائلة، أولا المواطن الذي بلغ، وثانيا الجهود الحكومية التي سارعت للقبض على هذا المخالف. نحن في علم اجتماع نقرأ أن المجتمعات ليست كلها على نسق واحد، هناك مجموعة من هناك فئات معينة من المجتمعات إما مخالفة أو يعني تخالف العرف العام النظام العام في المجتمع، أو أنها مأجورة لفعل هذا الأمر، أو أن عندها إشكاليات اجتماعية أو نفسية تريد أن تسقط هذه الموضوعات على 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 المجتمع. ولكن في الجانب الآخر كما قلت لك الصورة الجميلة الباهية الرائعة التي تعطي التماسك القوي جدا في المجتمع من أبناء المجتمع نفسه الذين بلغوا الدوريات وبلغوا الأجهزة العاملة في هذا في هذه المحنة، يعني سواء كانت وزارة الصحة وزارة أو وزارة الداخلية وقطاعات متعددة، على أن هناك سلوكا خاطئ كان فترة من الزمن لا يعني نرى السلوكيات الخاطئة ولا نستطيع أن نقول، لأنه ما عندنا يعني إما أننا يعني نتكاسل أو أننا لا نريد يعني أن نكون الباد جايز كما يقولون. لكن في هذه الأزمة الحقيقية الجانب المشرق في هذه الأزمة أن المجتمع شعب المملكة العربية السعودية متكاتف جدا مع دولته، مع الجهود، مع الجهود التي تبذل الحكومة، هناك يعني حب لولاية الأمر، هناك التزام بما يقوله ولي الأمر. هذه الصورة الباهية من التماسك المجتمعي ومن العقلية الرائعة جدا للمواطن السعودي، هذه التي يجب أن تقرأ ويجب أن يبحث فيها، لأنها هي التي تعطي دلالة حقيقية على قوة المجتمع وتماسكه وخلاف ذلك. أما السلبيات فإذا قرأنا كل المجتمعات بلا استثناء نجد هذه الموضوعات موجودة، ولا سيما أن وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا وتساعد في هذا المجال. بالنسبة للأشخاص اللي الآن قاعدين يلتزموا بالبقاء في المنزل، يعني
كثير يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، ومع الأسف في كثير من الشباب والشابات يعني يتابعوا أشخاص لا يستحقون المتابعة، أشخاص قاعدين يبثوا أفكار مغلوطة، أفكار أيضاً أمور سلبية عبر هذه المنصات، فكيف نقدر نحن نتجنب سلبيات هذا الأمر سواء الأشخاص اللي بيعيشوا يعني لحالهم أو حتى على العائلات الكبيرة؟ نعم نعم نعم، الحقيقة هذه لها ثلاث أجزاء. الجزء الأول متكون في الفرد نفسه الذي يتابع هذه المواقع سواء كانت مواقع معادية للبلد أو مواقع يعني شاذة بكل المعاني. القضية الثانية هي التوعية الأسرية، التوعية المجتمعية لأبنائها. كثير من الأسر لا تهتم في توعية أبنائها بهذه الموضوعات، يعني تركيز الجانب الديني، تركيز الجانب التوعوي، تركيز الجانب يعني الإحساس بالمسؤولية. والجانب الثالث والمهم أيضا هو أن بعض الجهات التي مناط بها المراقبة ما يبث في يعني في وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون أكثر فاعلية مما هي عليه الآن، وتخبر الناس حينما يكون أنه هذا الرجل أو هذا الموقع أو هذا الاتجاه أو هذا الحزب أو هذه الجماعة فعلت شيء مخالف لمحتوى المجتمع يعني تاريخه ودينه أو حتى لسلوكيات الناس، يجب أن يقبض عليهم ويشهر بهم. لماذا؟ لأنه إذا كما يقول في المثل الشعبي قال من أمرك قال من نهاني، يعني الذي يجلس في البيت ويفتح على هذا شبكات التواصل ويجد هذا الموقع ويعجبه ويبث الأفكار اللي فيه، لأنه الجهات المسؤولة لا يعني حول هذا الموضوع هذا يعني مفترض يصير في نوع من شفلينج لهذه الموضوعات جدا في المجتمع، وأيضا ينبه على أن هذا المكان أو هذا الموقع أو هذا الحساب فيه ما يؤذي المجتمع سواء لدينها أو لتاريخها أو لثقافته أو المحتوى المجتمع ككل. هذا اللي نتأمله دكتور سليمان.